وأخيرا رجعنا على بيتنا. ميسر هاتي لمراد روحي افتحي الباب. روح انت اركض وافتحي الباب بسرعة قبل ما الولد ياخد برد. ماشي رايح. شبكون ليش كل هالقد مستعجلين؟ تعبت من حمل الصبي. أعطيني أنا بحمله عنك. لا خايفة يفيق. يلا تعي ميسر. لك سمعتك لا تصرخ. فوتي الولد لجوا وتعي خلينا ننزل الشناتي. صرت أحسن؟ هاتي أنا بحملهم أمي. لا تحمل بإيدك المتصاوبة. أمي لا تبالغي أنا منيح، بعدين الشناتي خفاف. عمي كابر مو رضيان يقول عم يتوجع. أمي مفاتيح السيارة. إيه حبيبي ليكن حطيتهم بجيبتي. لمعي تعال خد هدول كمان يلا بسرعة. لحظة بدي روح الحمام. ها هدول فواتير؟ فورا بدي فوت اتحمم. ست مريم فاطمة ساوي لنا كاسة شاي عيني. أنا بساوي لكم. هات لا أحمل عنك. هاي إلكن أنتو. هاي إلك بعرفها. بس هاي لمين؟ هاي لست مريم بظن وهدول بقلبن الجبنة. أوه هلأ ارتحت. فاطمة تركي من إيدك هلأ الصبح من ضبضة. لا وقف استنى كريم أنا باخذها على غرفتي، أنت روح على الحمام غسل. كل المسلسلات راحوا علي. منتابعهم الخميس بالليل، بيحطوا الكل. رجعتي على بيتك؟ تعبت كتير بهالكام يوم، يلا روح ارتاح. أنا منيح. فايتي شوف الست مريم. ما رح أقول له عليها. أنا ما رح فرجي الرسالة. ليش؟ هو بجميع الأحوال رح يشقها. شو رح تعملي فيها؟ رح تخبيها عنه؟ والله أنا عن جد صار عندي فضول وبدي أعرف شو عم يكتب له أبوه بهالرسائل. صار له سنين عم يراسله بدون ما يكل ولا يمل منه. أكيد حابب يقول له شي ما هيك؟ شو بيعرفني؟ أنا بدي مصلحته لهيك لازم أعرف شو عم يكتب له. إيه مزبوط الأستاذ نزير زلم كتير أكابر. كل ما أسأل أفتح له سيرة المصاري دغري بيسكر على الموضوع وبيقلي خلينا نربح القضية وبعدين نتفاهم. مزبوط بس أنا رح أحسب له كل أتعابه وأدفع له ياهم دفعة واحدة. المسكين كتير عم يتكلف ويحط من جيبته بين سفرة وروحة وجاية. شو نحنا ما منحس يعني؟ ايه امي معك حق. وقالي الاسبوع الجاي بجوز ننزل على ازمير كمان. بس شفتوا قديشه هادي وراي خزيت العين ما بيخلي الواحد ينفر منه ابدا. ما قلكن سيري غير نزير الا هلا ما شفنا خيره من شره. ما صار الشاي انا بجيبه. انا فايت على غرفتي شوي وراجع. حاسس بوجع؟ لا